بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، متابعي موقع مصر تايمز في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في لايف جديد. طبعا معانا مصطفى حول سطح بيته لحديقة غناء، حول سطح بيته لحديقة غناء من حاجات بسيطة جدا، من الخردة. هنعرف ازاي مصطفى بدأ فكرته دي. منورنا مصطفى، ازيك يا استاذ مصطفى؟ الحمد لله تمام. طيب هنعيد تاني عشان كان بس في مشكلة معانا. هنعيد تاني، انت منين جات لك الفكرة دي؟ الفكرة جت إن أنا مركب تركيب سيراميك في الأرضية بتاعة السقف، تمام. طبعا الشمس بتمتص على السقف بتطلع الأسمنت الأبيض من اللحامات، فطبعا مش كل أسبوع أطلع سيق السقف عشان اللحامات ما تفرقعش. بالنسبة أنا تركيب سيراميك بركب أنا سيراميك، تمام فدي شغلته وعارف يروح الاسمنت الابيض وعارف الشغل وعارف الدنيا دي كلها، تمام تمام. فالفكره جت ان انا مش كل اسبوع اطلع سايق السطح، لا انا ازرع واطلع واستفاد. ازاي استفاد؟ ازرع فاكهه، ازرع خضره استفاد منها. يعني زرعت كوافه، زرعت بشمله شمال، زرعت اللهم صل على النبي توت عماني، مانجا، اللهم صل على النبي استفندي. زرعت الفاكهه كلها يا جماعه، انواع الفاكهه، تمام. زرعت يا جماعه انواع الفاكهه، وزي ما انت شايف كده، يعني استغليت بدل من الكراكيب استغليتها واستفدت منها. يعني الزير اهو ده زير استغليته وصنعت فيه الحياه، تمام. ده دلوقتي دي برتقال، ده شجر البرتقال، تمام. زراعه بايه؟ في جرده، وديت فول، ودي فول، ودي شفت الزير ده نعناع، جوز نعناع، تمام. وده تفاح زرعه في برميل، شجر التفاح طرحت السعيد وكنا منها، يعني الشجرة الصغيرة دي طرحت. طرحت وكنا منها وهي مرجعه، بس لسه بترجع زي خالص، مش هتاخد بالك منه. انت وعندي قلت لنا الفكرة جات لك من لما كنت عامل السطح. السطح سيراميك، وطبعا السيراميك الاسمنت الابيض كله بيشتكي بسبب الفواصل بتفرقع في الصيف. لا الفواصل بتفرقع لان قله ميه، لان روح الاسمنت الابيض الميه زي البني ادم روحه الميه. فبدأت تجيلك فكرة ان انت انا تعمل حابب السطح كده. الخضره وحابب الزراعه، لان انا حابب المجال. انا غاوي مش فلاح، ولا اعرف حاجه عن الفلاح، ولا عمري فلاح، بس حابب الخضره، تمام. خليك معايا بقى دلوقتي. ده ايه؟ ده قاعده فرنجي استغلتها ايه؟ زرعت فيها ايه؟ صبار للصعب، للشعر والوش والوجه وكل حاجه، للتجاعيد. ده الصبار ده برضو راجل فروتش. انا بوريك الفاكهه اللي عندي، ده راجل فروتش. ده كمثرى طرحه اهي، ده كمثرى طرحه مرجع طريحه اهو، يعني انت كنت قطفت منها قبل كده. خففت منها ورجع تاني. هتقول لي ازاي؟ اقول لك السماد اللي انا بستعمله، على لو انت عاوز تعرف السماد على صفحتي الشخصيه هتلاقي فيه فيديوهات ليا عامل سماد منزلي، تمام. ما شاء الله. ان شاء الله لحد حابب ايه حد السماد يستفاد. المنزلي ده بقى؟ السماد المنزلي قشر البصل، قشر الموز، قشر البيض، كل ده بستعمله. بتجمع ميه، كل ده وبتعمل منه سماد؟ بعمل منه سماد. ميه قشر البصل، قشر الموز، قشر البيض، ميه الرز، ميه العدس، كل ده حلو جدا. طبعا على الفيديوهات عندي هتشوف كل ده على الطبيعه، وانا بعمل كل حاجه على السماد، تمام. تمام. دي استوفندي، تمام. ودي توت عماني، ودي شوف عشان السماد. شفت دي زهره الياسمين، ما بتطرحش الا بالليل بس منوره بالنهار. ده ياسمين، طرح كل ده ياسمين، ريحه الياسمين، تمام. تعالى هنا بقى، ده ام الفواكه، دي ام الفواكه اللي انت شايفها حضرتك فوق كده. ودي كاكا، طبعا نشفت بقى الورق بتاعها يبدا يسقط عشان الشجره. انا شايفك ولاحظت كده واحنا انا ماشيين. عامل تلقيح، نظام تلقيح، دي تلقيح. ازاي بقى؟ بطعم، يعني بدخل فواكه في بعضها عشان تطلع فاكهه تاني، فكتين فواكه واحده طعمين. ودي ام الفواكه، ودي مانجا هاوسي، دي طرحه برضو. المانجا دي طرحه ترجعها اهو، دي مانجا، ودي مانجا برضو بلدي، تمام. ودي نعناع حواليها كده، ودي شجره ريحان بتطلع ريحه بالليل، الريحان. ومعايا الياسمين برضه، زرع ياسمين هنا، ودي ورد بلدي، وده مسك الليل ده بعد العشاء اتفرج على ريحته. بص ما تشبعش من القعده هنا بالنهار من الياسمين.
قدامه وده العدر، ده العدر بقى دي من راحة الجنة بيقولوا عليها عرق النبي، ديت بقى للشاي وللمعدة لأي حاجة برضو، أعشاب يعني جميلة انت جدا، زارع اعشاب جنب أعشاب الخضروات اللي انت أعشاب دي زارعها؟ أعشاب. تعالى بقى شوف النفل الخام اللي أنا عامله ده، ده أنا اللي صنعه، الديكور اللي أنت شايفه حضرتك ده أنا اللي صنعه، طب ده أنا شايفه بحكم صناعتك انت حضرتك بدأت تستغل الرخام، الرخام في الرخام الموضوع. ركبت رخام. هيقول لي تكلفة، لا مش تكلفة، أنا بستعملها باخدها البواقي الأصايص في المصنع، حبيبي واحد صاحبي يعني بيديني الأصايص بس أنا بدأ أشتغلها. ده شغل السجادة، ده شجرة السجادة من أنظف الشجر ومن أحسن الشجر وراحة نفسية للعين السجادة، وده نعناع شكلس برضه استغليت برضه سفون القعدة الأفرنجي أهو، ده زرع فيه نعناع، شوف النعناع عامل إزاي، ده نعناع اسمه نعناع شكلس، نعناع شكلس. نعناع شكلس بريحة الشكلس اه نعناع. وعنده رجل البطة برضه فوق أهي فاهم، تمام. وبدأت أزين برضه السطح بتاعي زي ما أنت شفت، دي كانت مرمية، دي فازة بتحط فيها الشتل الصناعية، دي الشتل الصناعية، بدأت أشتل أحط إيه طب اهتمامك شمعة. بالزرع بيفرق في كل نوع من التاني ولا ايه الظروف؟ بيفرق طبعا كل حاجه ليها معامله، انا بعملها بعامل كل شجره بمعاملتها، بشوف السمات نقول لي يشتغل معاها والسمات نقول ما يشتغلش معاها، تمام. يعني انا دلوقتي السماد اللي انا بعمله ده قبل ما اعمل فيديو ليه بعمل تجربه اشوف السماد هيبقى فيه فعلا الزرعه بتاعتي هتبقى كويسه ولا مش هتتمصل كويسه، مش هتزهر مش هتنور، الحاجات دي كلها لازم قبل ما اعمل الفيديو لازم بعمل تجربه الاول. استاذ مصطفى انت المهم قلت لنا في الكواليس ان الزرع بيفرح زمان بصاحبه لما يشوف. زمان كان الفلاح، زمان كان الفلاح كان الراجل الكبير يقول لك، بقول له انت روح، سالته سؤال واحد بقول له انت كل يوم تروح الارض وانت صحتك مش قادر ولا قادر، قال لي يا ابني اسمع الكلمتين دول، الارض بتفرح بصاحبها، اذا رحتها الارض بتزيد مش بتقل، انك تشوفك الارض كروح بتحس بيك هي كده. تعالى بقى نشوف الملكان اللي انا زرعه، انت هتستغرب من حته الملكان دي، ده ملكان زرعه ريحان، شوف الملكان عامل ازاي، اه دي ملكان اهو، هتقول لي زرعه ازاي، اقول لك اه اي حاجه ازرع فيها مش عامل. ودي نظام قرفة فرقان برضو زي ما انت شايف كده الديكور، وجايب تلفزيون القعده بالليل، وعندي هنا برضو دي ريحان، بس ريحان نوع ده كان حوض سمك. ده كان حوض سمك واستعملته كديكور برضو، وده فك 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 التمساح، شجره فك التمساح، تمام. وده الملكان برضو، وده زعتر، شوف شجره الزعتر عامله ازاي، دي زعتر. تعالى بقى نشوف ام الفواكه اللي طرحه معانا هنا، اهي راحه في جلده، ده ام الفواكه طرحه، اهي دي طرحه ام الفواكه، ايه ام الفواكه دي دي؟ الشجره اللبنانيه احنا زرعناها في مصر الحمد لله، يعني انتشرت جدا، دي ام الفواكه. تعالى بقى نشوف بقى احنا زارعين في ايه دلوقتي، ده السكولاته اهي، وقاعده فرنجي، تمام، دي قاعده فرنجي، زرع فيها نعناع، شفت طرح ما شاء الله، وده سخون وده سخون وده سخون، شوف السجاده عامله ازاي، وفي نعناع، ديت شطه بس انا بعمل لها كان ايه زي المشتل، المشتل بتعمل مشمع عليها كده، ايوه. انا بعمل لها كده كده زي ليه المشمع عشان الشطه دي عامل معاها كده؟ فلفل، انا اوريك انا الانتاج بتاعه في شجره كبيره، تمام. وده برده اهو سخون ما شاء الله، شوف الشجره عامله فيها ازاي، وده برده عادي. شوف بقى الشجر ده، وده عندي ليمون، ليمون منور جدا اهو، وراجع تطريق طرح، راجع طرح اهو، شايف الطرح عامل ازاي، ده كله طرح بعد ما كنت من في الصيف، رجع الطرح تاني، وده ليمون برضه، الديكور برضه الشجر الزينه والمفك التمساح وديت برضه جميله، شوف دي عامله ازاي وبتظهر ازاي. من السماد اللي انا بعمله هو، لان في كتير بيزرع بس بيموت منه، لان كتير قال لي في التعليقات انا بزرع في البلكونه او بزرع في اي مكان بيموت مني، لا لازم انت تعطيه سماد، تمام. تعالى كده نبص بقى، دي جرجير، انا شايف جرجير. جرجير ده جرجير، كل اللي فاضل ده جرجير وكزبره وفاكر، ده جلد التمساح، ده شفت ديت بقى، دي فيل فل. بتترمى بتاع الجهاز العروسه، بدات تزرع فيها جرجير، الجرجير طلع اهو بعد ما كنا منه برجع تاني بنحط تاني ايه جهاز الجرجير، تمام. تعالى بقى نشوف الشطه اهي، ده الشطه، شوف الشطه قد ايه، شفت الشطه قد ايه، ده كل ده شطه اهو، فلفل حراق بنقول عليه، احنا بنقول عليه شطه بس هو اسمه فلفل، ده فلفل حراق، تمام. وده جوافي، تمام. وده ليمون برده منور كله، ترجع للسماد، برجع تاني اقول لك للسماد اللي انا بستعمله، استعمال سماد منزلي، تمام تمام. شوف الديكور عامل ازاي لو بصيت من بعيد كده، اه
انا استغليت كل حاجه وزرعت فيها، مش هقول حاجه واحده، انا بستغل كل حاجه وازرع فيها. يعني زي يعني ونظام غرفه فقام شكرا. يعني من هنا من محافظة الغربية كان معانا مصطفى، يعني حول بيته حرفيا لحديقة غناء زي ما حضراتكم شايفين. معانا مصطفى 37 سنة، هو صنايعي سيراميك، قرر انه يعمل خلوة لنفسه ويفيد البيئة ويفيد نفسه طبعا، مع انه يبتدي ياكل منها يفيد بيته منها. طبعا هنا كنا مع حضراتكم في محافظة الغربية وتحديدا محل زياد بمدينة سمنود. شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.